حصل شرف للعراق. ان شاء الله هم جايتكم مخصصات قريبه ان شاء الله. نينوى لن تشترك بتحريرها الا القوات الامنيه العراقيه فقط، ماكو ما نحتاج لا تركيا ولا امريكيه ولا قوات التحالف اسناد جوي، والبقيه مهمه القوات الامنيه العراقيه. قوات التحالف حقيقه مدتنا بكثير من الاسلحه والتجهيزات والتدريب والاستشاره العسكريه، والمهم في هذا التحالف ايضا غطاء الجوي الايجابي والمؤثر جدا في المعارك، وأعتقد هذا دور تحتاج القوات العراقية. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن ما نعرضهم إلى أي مخاطر، وإحنا ذكرنا هدفنا هو أمن المواطن، وستكون القوات الأمنية حذرة جدا ومتأنية في معركة نينوى من أجل الحفاظ على المدينة.